طالب على مشارف امتحان مصيري، له أصدقاء يحبونه، ليسوا في الجامعة، لهم أعمال حرة، أرادوا أن يأخذوه معهم إلى متنزه جميل، هو يحبهم ويحبونه، والمكان جميل جداً، والطعام فاخر، والمناظر رائعة، لكنه على مشارف امتحان مصيري، إذا أخذوه مرغماً لماذا يشعر بضيق شديد؟ لأن هذه الحركة لا تتناسب مع هدفه، يشعر بانقباض. هذا الطالب لو قبع في غرفة مظلمة وقرأ الكتاب المقرر وفهمه واستوعبه يشعر براحة كبيرة جداً. من أين تأتي الراحة؟ حينما تأتي الحركة مطابقة للهدف. إذاً أنت تصح حركتك إذا عرفت سر وجودك.